في الهند عملوا تجربة رائعة. جابوا كلب من كلاب الشوارع وحطوا له كاميرا عشان يشوفوا المعاناة اللي بيشوفها كلاب الشوارع. بصوا المنظر عامل ازاي، قد ايه كلاب الشوارع بتعاني عشان خاطر رزقها، علشان تاكل اكله او بتاع، زيها زي البني ادم، بس بيقابلوا صعوبات كتير جدا في الشارع، في اللي بيعطف عليهم وفيه اللي بيأذيهم. السؤال هنا، بص الفيديو ده كويس، السؤال هنا لو ما قدرتش تساعده بلاش تأذيه، خلي في قلبنا رحمة، دي مخلوقات ربنا خلقها لازم نتعامل معاها بالرحمة. لو ما قدرتش تساعده بلاش تأذيه، هيصعب عليك بجد. بص الفيديو ده عامل ازاي، بص كمية المعاناة اللي بيشوفها، هو مش عايز حاجة، هو مش عايز غير لقمة ياكلها، شفطة مية، شوفوا قد ايه بيعاني. لازم ثقافة الشعوب تتغير امام الكائنات الاليفة دي، لازم نتعامل معاهم بالرحمة، شيء صعب جدا يصعب عليك. الكائنات دي، الكاميرا دي قدرت تنقل لنا كم الصعوبات اللي بيواجهها الحيوانات والكائنات الرقيقة اللطيفة الأليفة. يا رب يكون الفيديو وصل ليك وفهمت المغزى من التجربة دي، بلاش تأذوا الحيوانات الأليفة اللي موجودة في الشارع، ولو ما قدرتش تساعدها بلاش تأذيها.